السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين. أما بعد، إخوة الإسلام، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ليال سلام ديرن أو قالي أهدى بديت مدرسة عوحي إن الله يضحي نحن أعزاء بالإسلام وحن عز إي شرف يقيم كل نهي قاد شد إسلام كينا كنقن كإسلام كينا برشد الدين تينا إيوه قد بنتا أما جارسينتا عالم كأردن أين جارسينين الدين تينا نحن أعزاء بالإسلام. عنوانك محاضرة إنه وشرف كينو وإسلامك شرف كينو وإسلامك. ولا ليال وبرنامج تحانئة وعي جلين صعنا دونا أنتو إلهي دونو وحانا أقول لك نفس الدايدة إيه نفس ده ولا لحي دائرتا دلين يرضى إميك صوحنا قاديسا إيه راذين يا إن أي سميستان مستقبل إفايا إلهي وحان كبري إلهي وحان كبري يا إن أدلين تينا رق إدمر بأييلو أو أوسيو مستقبل إفايا أو إلهي رالك إياه أنا بركيو. ولا ليال برياه وحا عالم كوكوصو بضانا يا وحلي يرهد إسلام نعيب إسلام نعيب او انغونا حدينو سومالينا هي اينو قيب وين كجيرنو اسلام نعيب رنتي مركان هادلكا دحايو اوركا اي غوبانيا بها وحي اسما انا لهين واد اركيسا اسما انا لهين ولالكا ولاشا اديركا ايددا ابتيغا اووغا اصحابتادي دتي اد ود دغنايدين اسلا سو عايشتين دتكي دي سومالييد قف افكاغي كو هادلي جيركاغي له جيركاغي له سومالي اه ايا اوركي سو جليسا اسلام نعيب. والله ان انا اسلحين لكن ما انت دي اذنك هو مرخاتي اه وحقون اف صومالي وكو هادليا او اسلام كنعب اوركو ذا مارك تاي وكقو حيو اسلام نعيب كا او مارك تاي ولبا انا قرسنين ان ابنان كا صوت لغيا لو ريغيا تاقن ميديالكي عين يدين تي فمتي اسلام نعيب كان وحيسو جرا قار قادن يا اسلام كنص نصنا كتغيو دحيا لو ما باحنا قار با قران كلي قادن يا او دحيا قران كا ان با صح اه وانا مصدر كو اوو وين اي اسلام كو ليهي سنه ميا ما يا ما لو باحنا سنه ايك قارنا وحي كليهن مي اي كتاب كو وا قادنينا الهنا وا رميسنا لكن كتابه اي قران كان اي وحا كاني waxay ku egeeyeen hal lagu ekeeyo masaajidka halka hal lagu xiro masaajidka marka la furo hal loo tago marka laga soo baxana khalas hal lagu xiro cibaado kaliya loogu talagalay cibaado kaliya loogu talagalay laakiin quraanka iyo nolosheena wax xiriir ah haba yaraatay malaha quraanka iyo siyaasadeena wax xiriir ah malaha quraanka ee guud ahaan nolosha qofka insaanka ah maaha muslimno kaliya insaanka wax xiriir ma laha oo insaankan yaa ummaciin ah insaanka iyaga sameysanaya iyaga danahooda yaqaana iyaga sameysanaya qaanuunkooda iyaga danahooda ka yaqaana allihii abuuray eeg iyaga sameysanaya qaanuun degsanaya sida u dhaqmi lahaayeen u ganacsan lahaayeen u guursan lahaayeen isu maareyn lahaayeen u maamuli lahaayeen caalamka iyaga sameysanaya laakiin quraanka miya maya uma suubado nolosha insaanka hee masaajidka kaliya halkaa lagu reebo qaar ma sida aaminsan calmaaniyiinti liberaaliyiinti marxisiyiinti la diinayaalki kulli sidaa weeyaan dhalinyaro wax weeyaan قال كلو واحد أركيسا إسلام كي دما قرآن كي السنة دي بجدال كتورية إن بدن إن بدن الصومالي دون يكون جرتورنتي وعوية كو إكان ميان حا إنت وكلية كو إكان ميان إن إسلام كي كبحين أو جماعة المسلمين فاروقين بل إنت جدال أصول جلعان بعاي لدعيان هدنا دين تبي عايان
رسولكودي بيعاينيان او ما اركتا مسلمين تي بيعاينيان اساسيات يا قواعد الدين تو كتاغنيد بيعاينيان وحا ميشا كوبا اي او كوبا با اي وحا ويان فيكتيم كا ee intaasoo qolowad aragtaan oo wada khaldan ay u wada ordayaan ololaha u wadaan waa adigay ogow adoonkii allah adoontii allah waa adigay ogaada idinka la idin wada socda ka diinta ka baxay wuxuu doonayaa inuu ka saaro ka quraaniga ah wuxuu doonayaa inuu sidiisa uu wuxuu aaminsan yahay inaad aamintid ka kale calmaaniga la diiniga ah wuxuu doonayaa mabdiisa inuu adiga ku inaad qaadatid oo uu kugu abuuru doonaya saad gartaan marka yeyna noqonin in maca yeyna noqonin waxa kaliye fitantaas oo dhan looga badbaadi karaayo waa maxay waa inaynu wax barano ilaahayna barino ilaahayna barino kamagan galno dhagarta iyo khiyaanada iyo fitanta ay la wareegayaan wax barasho inaan gacmaha kor u taagno tayib hadhihin waa hebel waa aqaana maya kan waa saaxiibkay maya kan waa ina adeerkay maya kan wuu iska hadlayaa waxba igama dhaadhicin karo yaan la yaraysanin arrinka waa weyn yahay wallaahi rag ceeraystay baa diintoodii laga saaray oo laga leexiyey oo maanta la diiniyaal ah la diina bal iyagii bilaabayay inay u ololeeyaan dadkii inay ka saaraan diinta ha yaraysanina shaygan ibliiska la yiraahdo ha yaraysanina dhaar baa wuxuu ku maray ibliis in uu aadam iyo ilmihiisa ayaa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam in uu marin habaabinayo waddada xaqa ka leexinayo oo maaragtay uu xir ka dhiganaya ibliiska har iyo habeen waa shaqeeyaa meesha aanu seexanna annaga meesha aanu ghaafilka ka nahay meesha aynaan baraarugsanayn meesha aynaan feejignayn ibliiska ilaahay baa dhahaya innahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahum war isagii iyo ciidamadiisa shayaadiinta kale meel aydan arkaynin ayay meel idinku idan arkaynin buu idinka arkayaa har iyo habeen ma seexdaan oo intaa wax unbay qasayaan iska ilaaliya eeg way ku imanayaan waxay ku leeyihiin qur'aan keliya ayaanu aaminsannahay annaga qur'aanka masdar ka ah qur'aanka ilaahay soo dejiyey qur'aanka ma wax la garab dhiga jira qur'aan eeg yacni waxay isaga ka dhigayaan awliyi ilaahay bay isaga ka dhigayaan khali baalku iska ilaaliyaan laba shay oo waxaa jirta dhalinyaro aan marnaba kala harin ilaahay iyo rasuulkiisu ma kala haraan abadan marnaba qur'aan iyo sunnana ma kala haraan yaa waatiicu allaha waatiicu rasuul waatiicu rasuul kuwan sheeganaya kuwan dacoonaya in ay rumaysan yihiin qur'aanka oo ay aaminsan yihiin qur'aanka hadday dhab ka tahay oo ay aaminsan yihiin sunnaday aamini lahaayeen sunnaday u qaadan lahaayeen sida ay tahay maxaa wacay qur'aanka ay leeyihiin waan aaminsannahay ayaa wuxuu qorayaa oo ilaahay uu leeyahay isagoo la hadlaya xabiibkiisa ayaa wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah eeg haddaad yaa jeceshihiin alle haddaad jeceshihiin oo qur'aankiisa aad jeceshihiin leedihiin waa masdarka koowaad ee muslimiinta aad leedihiin isoo raaca aniga dhab haddayna ka tahay jacaylka alle jacaylka qur'aanka isoo raaca xaggeed ku raacaysaa sayidunaa muxamed sala allahu calayhi wasalam xaggeed ku aragto uu joogaa sunnadiisaad raacaysaa fattabicuunii isoo raaca sunnadiisa oo dhan afcaashiisii aqwaashiisii taqriiraadkiisii idaelkoodbaad raacaysaa fattabicuunii isoo raaco qaata sunnadayda markaa kadib ayuu dhaboobayaa jacaylka aad sheeganaysaan yaa yuxbibkum allah ilaahay markaasuu idin jeclaanaa qur'aankaad sheeganaysaa inaad jeceshihiin dhab markaasaad u jeceshihiin markaa isoo raacdan oo aad sunnada ku dartaan yaa alle waa ka mar kale ku dhahaya qur'aanka ay leeyihiin waanu jecel oho waanu rumaysannahay waa ka haddana dhahaya man yutici rasuula faqad ataaca allah war qofkii rasuulka ateeca oo hadalkiisa afcaashiisa taqriiraadkiisa waxyaabahaasoo dhan qaata sunnadiisa si dhaba u qaata ka ilaahay wuu ateecay bimacnaa qur'aankana wuu rumeeyey markaa iyada ah
quraanka waxaa un rumeyay si kale hadaan u dhaho quraanka kaliya waxaa un rumeyay ya qofka sunnada rumeya marna waa kan u dhahay quraanka labsadiisa hadana wama ataakum ar-rasuulu fa khudhuu wama nahaakum anhu fantahuu ruuxu idin keenay rasuulka idin la yimid qaata sunnada qaata quraanka sunnadana qaata labaduba waa waxyi ha kala reebina labaduba isaga inoola yimid ilaahay u soo dhiibay qaata wuxuu idan ka reebayna ka hara wuxuu idan kaga reebay sunnada rasuulka qur'aanka waxba kaagama reebina ogow qur'aanka waa kalaamullah ilaahay baa qur'aanka iska leh ya qur'aanka ilaahay baa leh qur'aanka wuxuu kaa reebo wuxuu ku faro alla ayay ka yimaadeen xaggiisa waa hadalkiisii laakiin sunnada rasuulka sunnadu waxna kaaga reebay waxna kugu faray intuba wada qaataa la leeyahay akhiiran aayaadku aad bay u fara badan yihiin waxaan si ku khatimayaa intaa yar ee xusuusinta ah qul atiicu llaha waarasuul ayuu ilaahay leeyahy dheh baa la leeyahay muxammed dheh waxaad ku tidhaahdaa dadkan kala qoqobaya qur'aankii kala gogoynaya oo dhahaya qaarna waa rumaynay qaarna ka tegaya sunnadiina ka tegaya qur'aankiina qayb ka qaadanaya ma wada qaadanayaane haddii wada qaadanayaan aayadahani wada rumayn lahaayeene ya qul waxaad ku tidhaahdaa atiicu llaha waarasuul ilaahayna ateec oo qur'aanka dhab u qaata isagoo dhan jumladiisa qaata rasuulka sunnadiisana qaato ateeca fa in tawallow haddaad jeysataan oo aad diidaan qur'aankii iyo sunnadii duuduub iyadoo dhan aad wada diidaan kulliyan haddaad gadaal ka tuurtaan iyo haddaad qur'aan keliya qaadataan oo aad sunnada tuurtaan ama qur'aanka tuurtaan oo sunnada qaadataan intuba way imanaysaaye marka iyada ah fa in tawallow hee fa ina allaha laa yuxibu lkaafiriin gaalada ilaahay ma jecla waxaad garanaysaa marka ya dadkan inaanay diin waxba haba yaraatay aanay ka haysanin kaa qur'aanka wada tuuray iyo sunnadii iyo kan qur'aanka tuuray sunnada qaatay iyo kan sunnada tuura qur'aanka qaatay intuba waa isku mid ilaahay agtii ya ina allaha laa yuxibu lkaafiriin marka yaan lagu dhuumanin addoonkii allow addoontii allah yaan lagu dhuumanin weligaa idaa-inkaa ka fiirso meesha aad wax ka qaadanaysid cidda aad cilmiga ka dhagaysanaysid tan waa ammaano waa midda aynu ku noolnahay sharafkeennu waa islaamka walaalayaal ina keena maanta waxaan rabaa dhallinyaradeenna anaa ugu horeeye in aan bal in yar u ifiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax maanta laleeyahay waa terrorist waa irhaabi waa argagixiye waxa waaye maaragtay nacayb buu adduunka keenay ummaddii buu kala geeyey waxaan un la qufayay diin nacaybka islaam nacaybka waxaan rabaa nafsadihiina in aan barannan doonayaa madarasaduna ina baraysaa xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam waxaan ka bilaabayaa siiro akhrin maayo laakiin waxaan ka bilaabayaa marka hore rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ma isaga iska yimid ma isaga ismagacaabay ma oday dhaqameed buu intuu u tegay buu lacago bixiyo rasuul ha layga dhigo madax ha laysaaro ha layga dhigo hogaamiye ma isagaa yidhi ma qabiil buu maaragtaaye ku yimid ma maxay yaa doortay marka hore yaa doortay yaa keenay meesha yaa keenay meesha aynu ogaano rasuulka salawatullahi wasalaamu calayh siduu ku yimid marka hore marka labaadna aynu ogaano rasuulka ee jagada loo dooray jagada loo dooray ee uu doorashada u galay iyo akhiiran aynu ogaano cidda loo diray intaa weeyaan maanta ee maaragtaye barnaamijkeena ama muxaadaradeena walaalayaal waxaan doonayaa si aan garanayna oo dhallinyaradeenu fahmi karaan inaan arrinka ugu soo bandhigo waxa weeyaan marka madaxweyne la dooranayo waa inuu doorasho hoose marka hore soo maro waa inuu soo maraa doorashadii baarlamaanka ya oo uu kusoo guulaystaa kadibna doorashadii madaxtinimada inuu maraa kadibna uu kusoo guulaystaa kadib ayuu kursiga ku fariisan karaa oo ummadda uu u noqon karaa madaxweyne soo maaha sidaasoo kale rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam madaxda caalamka maanta waxa dooranaya waa insaan aan insaaf ahayn aan caadilin ahayn laablaab baa lagu soo gelayaa dadkaa la kala geynayaa lacag baa lagu imanayaa dhiig baa lagu imanayaa qabiil baa lagu imanayaa eex baa lagu imanayaa wax kastaa lagu yimaadaa tan
لكن تر حبيب كان واكد وانتهى صلى الله عليه وسلم لابد ورشو او قلان ربا نجيهن إن المقشيو وكان حديث صحيحة وأصوص على المسلم أي حبيب كان وحوليه صلى الله عليه وسلم ودور شدي هو سيغو أي وحوليه هاي ولد إسماعيل إسماعيل لشي سيوردن أي إلهي وحوك الدورتي كنانة قبيل كالير هذا أما قولد الليير هذا كنانة سيدو كالي حدنا قيبه دي كالدوانا أوردن أي إلهي إيغي وحوك الدورتي قريش قريش قبائل كا انت قيبود يهين ايا حدنا الهي دورتي مركز سوكت دورتي بنو هاشم اخيرا بنو هاشم اضيال كافرها بضن ايو حدنا لي حبيبك واصطفاني من بني هاشم السلام وحوح دورنا يواكي الله سبحانه وتعالى يا كدب يا ليه كر الله مرنما بني هاشم أيو أن إيجاد دورتي دورشد أنت يسوس عتي من ولد إسماعيل من ولد إسماعيل إلى أخيرا رسولك النقضة the one وإله الدورتي تي كلا أما دحتن مذا جودنا وحويان خلائق ذا إلهي مركو أبو ري وحو كدورتي بدلي راه ذا أنبيال أنبيده وحو كدورتي الرسول رسوشي وحو كدورتي أولو العزم الشنعة نبي الله نوح نبي الله إبراهيم نبي الله موسى نبي الله عيسى يوه نبي جينا يا نبت قليئنا حريس كوركوضة الله وضيالك شنتا أولو العزم أيال سيكا لدورتي نبي الله إبراهيم يوه وحالك دورتي نبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم كدبنا وحولي هاي أنو خلائق ذا أو إيقاد دورتي الله أكبر وخير خلق الله مرك رسول كان أقو صلى الله عليه وسلم وخير خلق الله طيب رسول كان دور شو كيميت لو مرنا مئي وحائي بحوي حالي سننا قاربا كل دونا وانا أرك دونا وليب الرسول كشيك دونا صلى الله عليه وسلم تذكر كل دونا لو مرنا ما oo rasuulka loo madhamay waa laga dambeeya oo ma aragtay ama ku dhig doonaa isaga ma aheena cali ba risaalada loo wadi oo fulan ba loo wadi wax quraafada ay asaatiir shubi doona waan wada taqaana nidaalkiin marka iska ilaaliya dajaalinta aad iyo aad ay u far badanyihiin marka waana xaqiiqo ogaada waxa aan idin sheegayo xaqiiqadan in idan ka dhaadhacdan doonaya dhalinyaro in idan ka dhaadhacdo yaa oo aad rumaysaan oo aad gaashaan difaac in idin noqoto ayaan doonayaa teeda kale rasuulkan maadaama la doortay oo khayru khalqillaahi uu noqday the one uu noqday yaa waa maxay jagada loo doortay jagada loo doortay waxa weeyaan ma aha madaxweyne inuu noqdo ma aha ra'iisul baarlamaan ma aha ra'iisul wasaara waa maxay waa khaatimun nabiyyin allah khaatimun nabiyyin nabiyalka oo dhan nabigii lagu khatimay wuxuuna nabi ahaan doona rasuul ahaan doona ila qiyaamis saa'ah illa ila hayduulka oo dhan oo ka baabiyo oo isaga ka dhaxlo xadiis sida saxiixaynka ku sugan aba hureyra ayaa wuxuu leeyahay xabiibka wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam inuu wuxuu muujinaya oo inoo sheegaya rasuulka inuu yahay khaatamun nabiyyin weliba si qurux badan yaa oo aynu fahmi karna caqligeenu weelayn karo ayuu inoola hadlayaa إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت اللبنة هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين الله aniga mathalkayga ee mathalka anbiyadii iga horeysay oo dhan waxa weeyaan sida nin intuu dhisay guri intuu dhisay yaa qurxiyay oo uu xardhay si fiican uu ma aragtay u kamilay ilaa meel yaro gees ah ayaa wuxuu ka tagay dhagax bulukeeti ayuu ka tagay bulukeeti brick ayuu ka tagay meel baad duleysha laakiin guriga intiisa kale maasha allah waa dhammaystiran yahay
وحرنية جورية أدب أقرح بدنية لكن ماشى سواح كدي من وحجر مركا دكت مركا سكوري جيا جورية وإليه الله جورية قرح بدنا الله جورية قرح بدنا الله أي ليهن لكن ماشى مركا أركانا وحيدا هيان الله هدي ماشى لعب لها الله هدي لا ميستير لا نجح لود لود بولي لها هلكا أنا وحنا هاي نجح هلكا لود بولي لها لود ميستير لها أنا خاتم النبيين أنا اللي هو خاتم الأنبياء لك لقب الله ما أنتنا إلا قيام الساعة أنا أخلاق دي أيسو ودين رسوشا أنا سير لما يستريا أو دتك جارسينيا حديث قال أنا قبصو واقع ورهيو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحاول لي لسو صاري ومعي إن أن أخلاق ذا تيذو ونكسن كل ما يستر عالم كان كل ذا عالم كان دين تينا مركوا دين أخلاق ويام دين أخلاق دين دقن ونكسن دين معاملة دين تطبيق دين وحواية ما أنت أي أبا أنت الدون كان كتجي أخلاق ذا الدون كان أخلاق لا أنت الدون كان رذائشي فالحمدي فحشي بنانك صوت لكتي مال والبا ماركتاي أي لتاقين يهين الدون كان كلية وحا أصو بضوامحي وإسلام كان أعزاء بالإسلام شرف كان وحكسو قنيها ولا ليال راعد دين تن إلهي سبحانه وتعالى وأكوسنا وكلها هي كتاب كيس إسوع إنه جو الرمية رسول كانوا إنه يهي خاتم النبيين إن لا ضرتي يا إنه النقض كيلو ختمي كيلو ختمي أنبياء أردن وأن قال شيء وحكل لسود دري دونين وأكسورة الأحزاب وإنه الشيء يا الله سبحانه أو نهيو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متكين أب معها رجينا مذو أب يهي ملها لكن ورسول إلهي وأنا خاتم النبيين رسول شكله ختمي ويان وآية قرآن رسول دم بمجرد بمعنى إيه لما دين خاتم الرسل لما دين خات هدي الرسل دي لا ممكن نبي إنه يمادو لكن نبي نمدي أيال الحري نبي نمدو نوحد أقعتا إن أيتها هي الباب كلاج صو قالوا الرسل نماذا رسول الله لما دي قف إله نبي نمو أصامرو نبي نمدي الباب كذي بالحري بمعنى نبي والبا ما هو الرسول لكن رسول والبا هو النبي وقوتا مركا الرسول اسكبر ناف الباب كي رسول نماذا لقسو قليي او اه نبي نماذا ايال لحري يا اللغو حري او اللغو ختمي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني الدجال دم بكو ايمان كذاب كالكو ايمان كلهن يا رسول با رسول كينا كدن بي نبي با كدن بي هبل با نبي كنا نبي كاسا نبي حبيب كينا مرك ولا ليال صلى الله عليه وسلم كصلي يا حبيب كينا كصلي يا حبيب كا ادقون حبيب كا الهي ان ودوري محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه كسليا حبيب كيني حبيب كإلهي نودوري أيا سيدو كسو صحيحين أبا هريرة حديث أورينا يو أيا وحوئنا ليا هاي اسك إلالينا منك دجالين تا دجالين تا كذابين تا فاجرين تا مجرمين تا ظالمين تا إذن إمان دون تا يا اسك إلاليا اسك إلاليا ماذا قول بي ليهين اسك إلاليا لو قد قول بي كهض لياني اسك إلاليا اسك الى لي اذن كما فوقي واك ودهيو لا تقوم الساعه حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله زياده صحيحه ايا وحي لهي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ساعد نعميسو قيامه ايمان مايو الى أي صبحان دجالين كذابين أح بين عليا الله شياطين بين عليا الله إلا أي صبحان أمد بكين له كهاد لي اللقد دينا إن أذير إن أبتي إلما إدو أمارك تاي أبو أذير أبو درس أصحاب
وادلا تقانان ايا صوب بحيا لكن انسان نمدون بيد كلو وداغاني ودجالين كذابين اه اسك الى عليا او كدو صدن روح صدن كدو كل جود وحي كان دعونيان ان ايهين يا او ان الاله دورتي او لو دورتي رسول ان ايهين لكن وحولي هي اني او دنبيه انبيدا وح نبيو ايغا دنبيه غداشي ايمانيانا ملاحا وح كدها هي وحبيب كاغا حدات رميسنت هي حبيب كاغا صلى الله عليه وسلم اسك الى علي مركه دجالين تا اي صوب حيان مركاسا حتى كي الرسول شيغن محسمينا مجدد لهذا الدين دين تاع عسبونيسينا وكليه وردين تاع محك عسبونيسينيسا دين تاع وي با بعضي وكليه ددكي هوره ايغا فسرتي او فسري ما ركتاي ايغا دخدوده فسرتي لكن انغا تن انغا حدا فسرينا انغا عسبونيسينينا تجدد الدين وحو دينك او يهينا ملها وحو كيقانان الدين ملها لكن محدون يا هوديس انو كفسر الدين تدونايا وحو روا انو ان ديغو بلا دين ولا دين يا ان نكونو اديلكين فهمت مركا رسول كان الى هي دورتي اي حدنا لو دورتي خاتم النبيين انو نقدو يا لو ديري يا وحا لو ديري عالم كاو دان عالم كيدل كي با لو ديري جنيغيسا يو انسيغيسا اك تن ايا موجينيس انو رسول كي هي خير خلق الله بحا وعي رسول شي كالي او دان وحا لو ديري امدهودا لو ديري قوم كودا افكودا كو هادليا لو ديري الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمضها أردن عالمك أردن كونك أردن أي الله دري يا نبي كدن بين ملها إلى قيام ساعة الله أكبر إلهي سبحانه وتعالى سورة السبع وكأنه الشيئين نهي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا كما ندرن وحكله الا كافه للناس امده او دنبانو كو درني جنيغوده اي انسيغوده الله الهي وحا كسو هري اي نول ايا لو دري حبيب كينا صلى الله عليه وسلم لكن ددك انتو بدن غران ميان ما غرانايان اما جهل اما حقد اما حسد اما غل اما ماركتاي ايي كو جيران لو ما دمه رسولك لو ما درن ددك او دن اي ما يعني خرافات اساطير وحاسي فتنتا سلو ريغيان دلن يرو خير وحكام دبي شر او توغ هاي دغهينا حفرنادانا حفرنادانا ان بدن ان بدن ان بدن اسئلالنو اسئلالنو انسكو الىلنا كتاب كان انسكو الىلنا اسلام نمدن انسكو الىلنا علمدينا ربانيينتا انسكو الىلنا اخلاق دو وناكسن انسكو الىلنا دعو الهي انو نبال مريو فتنتا وريغيسا او اي وليبا مانتنا كو جيران دد كيني كو نوغو جيركا اها نوغو ميدبكا اها نوغو افكا اها نوغو لوقدا اها وخيو دنبا اسئلالنو الهي سبحانه وتعالى واكه هدنا مركله سوره الاعراف انو شيغي يا ان رسولك صلى الله عليه وسلم اودري انسانك او دن واكه ودحايو وحد كتيرهدا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الله اكبر وحد كتيرهدا دد يهو ذاتك أدونك سارنو إلمه آدمو إني رسول الله إليكم وحان أهي رسولك إلهي إذن كان ليكين صدري ليكين صدري إذيلكين آياتك صدر كيسان إحاديث تاوض الصحاحة إذار كيسان كذب نلن يرو ملغي يابا دجال وركي إنا مقشان وأتكلم حتى ورك الله سبحانه ورك حبيب كاغ ودغون كسل حبيب كاغ الهينا كو دوري صلى الله عليه وسلم وركيس ان تهديد دجال كذاب فاجر مجرم وركيس ان ييش ما لا يابا اوت قادت ابليس باجري اوغو ما قادنا ان حدين لكن اسئلاله بري الهي الهي بري ان فتنت دجالين تكذابين ان انو ماركتا الهي انو الهي كا وريجيو وركود ان انو كو غلين الهي كبري الهي كبري انت ايام كسو غبغبينيا حبين دم انت انو اسغه ايمانينو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.